قلت دكتور سليمان تطالب ببعض الامور موضوع يعني اللي تحدثت عنهم، هل توافقها في هذه الامر ولا ايضا هذه الاشياء؟ لا لا انا ما اوافق لك. اذا كانت زوجتي ستسافر متى شاءت ولا اعلم بسفرها، فما الفائده من القوام؟ وما الفائده من الولايه؟ او بنتي ستسافر، ما الفائده؟ وانما يجب ان يكون للرجل ولايه وحفظ وحمايه ورعايه على المراه. طيب شكرا.